نادور سيتي .com. اولا شكرا لموقع نادور سيتي المنبر، يعني مارا ساكنه نعرف في الحقيقه في المناطق يعني المجاوره. اليوم نهارنا دخلنا اليوم العالمي للعمال الدريوش بتنسيق ما بين الاتحاد المغربي للشغل والتوجه الديمقراطي باقليمي الدريوش والناظور والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدريوش، يعني من اجل هذا التنسيق هذا اولا كيعبر على الحاجة الماسة ديال الوحدة ديال الطبقة العاملة يعني بالاقليمين من اجل مجابهة التحديات يعني المطروحة في المرحلة، خاصة يعني الهجوم اللي كتعرض له المكتسبات والحقوق ديال الطبقة العاملة. فبالنسبة لنا احنا في الاتحاد الاقليمي يعني التوجه الديمقراطي بالدريوش والناظور كنعتبروا بان هذه المحطة هذه ليست احتفالية بداك الشكل اللي يعني من الروتين اللي كيتروج يعني بشكل رسمي، بقدر ما انها هي محطة احتجاجية كنعبروا من خلالها كعمال وكموظفين وكفئات يعني شعبية على المطالب العادلة والمشروعة ديال مختلف الفئات يعني الشعبية في الإقليم، خاصة في ظل كما شرط في ظل يعني التردي ديال الأوضاع الاجتماعية ديال مختلف الفئات، لا العمال لا الفلاحين لا المعطلين لا إلى غير ذلك. يعني وهذه المناسبة اللي كيميزها هذه السنة هذه بالدريوش هو العملية ديال التنسيق أولا ما بين جوج المركزيات النقابية، ثانيا يعني الوضع الواقع ديال الهجوم على الحريات النقابية اللي كتعرض له في الإقليم واللي كيمس مجموعة من المناضلين في القطاع ديال الجامعات المحلية تحديدا، وداك الشيء اللي كيوقع في الجامعة ديال الأزلاف أكيد أن يعني الجميع يعني كيعرف التطورات ديالو. يعني هذا الهجوم على الحريات النقابية هو الميزة الأساسية اللي كاينة في الإقليم، وبالتالي يعني ارتأينا في الاتحاد الإقليمي أننا نحتجوا على هذا الهجوم واختارينا الشعار يعني بتنسيق مع السي دي تي، الشعار ديال لا بديل عن النضال النقابي الكفاحي والوحدوي للدفاع عن الحقوق وتحصيل المكتسبات. هو شعار كيكثف يعني المطامح والامال ديال العمال والموظفين يعني بالاقليم ديال الدريوش، وبهذه المناسبه يعني ندعو المنخرطين ديالنا وندعو العمال بشكل عام وندعو المناضلين النقابيين مختلف يعني في مختلف المركزيات على اساس يعني التجاوز داك المنطق ديال هذه مركزيه ديال فلان هذه مركز ديال فلان، لان هذا المنطق لا يخدم سوى المصالح ديال الباترونه وديال الدوله، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا جزيلا للطبقه الشغيله في اليوم العالمي ديالها، وتحيه نضاليه لنقابه الاتحاد الاقليمي التوجه الديمقراطي والكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في هذه الخطوه يعني النضاليه التاريخيه، واللي كنطلبوا المره انه يكون توحد على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون وعلى مستوى الاهداف، لان سواء كانت يعني اختلاف التوجهات بين النقابات لكن الهدف واحد هو خدمه مصالح الطبقه الشغيله، خصوصا امام الهجمه الشرسه اللي كتعاني منها الطبقه الشغيله من قرص من ترسانه قمعيه وترسانه قانونيه حتى مدونه الشغل، يعني رغم العله ديالها ورغم النصوص ديالها التشريعيه اللي كتخدم بالدرجه الاولى الباترونه ما كتطبقش على ارض الواقع، وبالتالي هنا كيجي دور النقابه من اجل اعاده الاعتبار للطبقه الشغيله ومن اجل حمايه الطبقه الشغيله. المعركه ديال الطبقه الشغيله ما زالت مستمره ما دام الاستغلال مازال مستمر، ما دام يعني التكالب بين الباترونه والنظام مستمر من اجل ليس فقط الحرمان من الحقوق ولكن السطو حتى على المكتسبات التي انتزعت يعني في الاحتفاليه. اول مره كتندار واحد الاتفاق ما بين النقابتين مستوى الاقليم، بالاضافه الى واحد المسيره جماهيريه حشده عرفت يعني رفع شعارات تندد باسقاط الفساد، رفع شعارات تطالب بالحريه النقابيه. اول المميز الصفه المميزه لهذه المسيره هو التوحد بين النقابات، النقابه ديال الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الدريوش كذلك التي تسعى دائما الى ان تبث كل المشاكل وكل التظاهرات التي تخرج بها الساكنه. بطبيعه الحال في الجمعيه الوطنيه حمايه شده المعطلين المغرب كمعطلين خلقنا الى جانب الطبقه العامله الى جانب المعطفين اليوم العمل العالمي للعمال تحت شعار نضالات الجمعيه الوطنيه الجزئيه تجزا من نضالات الطبقه العامله. جسدنا موقفنا الى جانب كل الاجهازات التي تنهجها الحكومه الوطنيه الديمقراطيه كذلك النظام ضد مطالب الشعب، ضد مطالب كذلك الجماهير الشعبيه من قبيل
صندوق المناهج صندوق المقاسة، كذلك الإجازة على صناديق التقاعد، حق الإضراب، وكذلك مجموعة من الحقوق الأخرى. أستاذ، ما يميز هذه الاحتفالية بالذات اليوم في مدينة الدريوش؟ ما يميزها على المستوى الكم ولا على المستوى الكيف هو مجموعة من الإطارات الحقوقية والرقابية والسياسية التي حابت لا تجسد خالد وتخلد اليوم العالم الفتح العام ماي بالدريوش في تكتل وفي نقابي وسياسي وحقوقي مع المعطرين من الدريوش. النهار يعني فتح ماي الدريوش الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المغربي للشغل التوجيه الديمقراطي يجي النهار يعني نضمن مسيرة تاريخية في الحقيقة، أول مرة تنضم مسيرة عمودية ديال الإقليم. وفي المناسبة يعني تحية كل العمال اللي خدامة في الجاحة ديال حضان ديال العالم